الوزير والدبلوماسي السابق كمال بوشامة في الحلقة الأخيرة من لقاء خاص. أنا كنت صباح يعني صبيحة يعني 8 أكتوبر في شارع من شوارع الجزائر الساعة 9 يجيني شرطي ضابط انت على الشرطة، أقول ضابط ومسؤول على كلامي، ضابط على الشرطة قال لي والله يا سيد الوزير طلع لبيتك وتروح وكذا إلى آخره، لأنه قلت وش فيه وش كان خير إن شاء الله، قال لي والله فيها أمور يعني مش مليحة. كيف حتى انفجرت أحداث الخامس أكتوبر 1988؟ فالفتيل أعطي له لهذا الشباب يعني من طرف ناس، لأنه كانوا يقولوا هذه ديناميكية التغيير. هل كانت جبهة التحرير الوطني المستهدف الأول من أحداث 88؟ هل كانت يوم جبهة التحرير الوطني بالسلطة؟ تفاصيل هزيمة الأفلان القاسية في انتخابات 1991. أنا عندي صديق أبداً ولا صلى في حياته، قلت قل يا فلان انتخبت على مين؟ قال انتخب ضدكم. قلت تو فوتي كي؟ شكون انتخب؟ قال انتخبت على الفيس ضدكم، ما عنده ولا صلة يعني حتى بالصلاة، ولا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كذا. وما هو موقف كمال بوشامة من قضية توقيف المسار الانتخابي؟ حاب ناخذ منك موقف حول توقيف المسار الانتخابي ويعني إلغاء هذا النتيجة لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكيف ينظر بوشامة إلى أحداث أكتوبر 1988 بعد 27 سنة من وقوعها؟ الكثير من الجزائريين سواء من أطراف شعبية أو مسؤولين يقولوا أن الجزائر عاشت ربيعها في أكتوبر 88. تتابعون كل هذا سهرة الجمعة ابتداء من الساعة 11 مساء على قناة البلاد، فكونوا في الموعد.